الآن في داخل مدرسة بنيوس، يعني اللي جميل هو غادي نصور باش نوريكم بأنه الزلزال ما أثرش فيها. وثانيا هذا راجع للعملية ديال الترميم، الترميم كان في المستوى العالي اللي تيجعل أنها مدرسة أخرى. هذه قاعة غادي تفتح إن شاء الله هذا اليوم ولا يومين باش يجيو الناس يحضروا ويتفرجوا في واحد الوثائقي ديال 15 دقيقة اللي كيبين أشغال ديال الترميم. هذه قاعة اللي كاينة الفوق ديال المدرسة، وهنا كيبان هذا الفيلم الوثائقي اللي تيبين. إذن إن شاء الله هذا السيد المحافظ اللي كنحييوه إن شاء الله غادي يشوف، ولكن لاحظوا معايا البنية ما تقاس والو، يعني كل شيء بقى انتاكت وهذا مهم جدا. إذن القاعة غادي تبدا من الآن، نوريكم من غادي تبدا وهانتوما تشوفوا القاعة كي كتبان، و يعني هنا غادي يبان لكم كيفاش هنايا الدروج المدخل ديال القاعة اللي كاين في ليطاج الفوقاني، يعني هذا هو الكولوار اللي تيجي، هذا هو الكولوار وهاد القاعة جاية هنايا. ولاحظوا معايا اللي مهم جدا، وهنا خصنا نقولوا ونحييو بزاف اللي رمموا هاد المدرسة، ما تقاش فيها والو، جميل جدا. يمكن لنا نفرحوا نقولوا راه هذا النوع ديال الترميم اللي مهم جدا. إذا هذا هو المدخل ديال القاعة من هنايا اللي هما جات في واحد الفويقي، وهي مديورة سبيسيالمون لسميتو لهذاك الفيلم الوثائقي. دائما مدرسة بن يوسف، نتمنىكم تبارطاجيو باش نمريو ونحييو الناس اللي ديروا الترميم لهذا المكان. وهنا جميل جدا ان القاعه تيبقى، وهنا نوريكم من هنايا كيف كتبان المدرسه من هذا الباب هذا. اذا هذه هي مدرسه بن يوسف الجميله، هذا هو الجمال، والحمد لله ما تقاش فيها والو، كل شيء بقى على ما هو عليه بالترميم ديالها. كنحييكم، نتمنىكم تبارطاجيو هذا الوثائقي، هذا الفيلم اللي صورت، باش تعرفوا بان الحمد لله حتى البيو نرمموا شي حاجه ونعطيوها القيمه ديالها الا كتبقى جميله جدا. لاحظوا معايا مره اخرى اخر الدخله في هذه القاعه هذه، باش تشوفوا من هنايا المدرسه كي دايره ان شاء الله الحمد لله. فوالا، شكرا لكم، تحيه لكم، وما تنساوش تبارطاجيو باش تعرف مدرسه ميوس الحمد لله راه مفتوحه للجميع، جميع السياح يمكن لهم يجيو ليها. شكرا لكم، السلام عليكم.